انا رساله جايه لك من الامارات. شوف كده صاحبك بمناسبة صديقك الإمارات برضه يا كابتن وتقول له بندر ايه من الأحباب النادي النهارده الاهلي فرحه وكان نفسه أحضر بس بندر. طبعا ما والله فيش. بندر فبقول له ألف لحبابي مبروك دايما مبروك يا يا رب بندر إن شاء الله بإذن الله. ودايما احباب. تعالى بقى نشوف صديقك العزيز وهتقول له ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكابتن حسين شحات، شهادتي مجروحة فيه. لاعب كبير، لاعب حريف، مكسب لأي نادي. سعدنا جدا أنه كان محترف عندنا في نادي العين وحقق معانا الدوري والكاس وكان أفضل لاعب، وكذلك السنة اللي بعده كان من نجوم الفريق ووصلنا لثاني العالم. وكان خسارة لنا خروجه من نادي العين، كنا نتمنى يواصل معنا، لكن دائما نتمنى له التوفيق. ونادي ما راح من نادي كبير لنادي كبير، كذلك الأهلي نادي الصراحة المبدع، نادي البطولات، حقق معاه إنجازات مع الأهلي، وصراحة يعني من اللاعبين المؤثرين يعني في الأهلي. حسين يستاهل كل خير وما شاء الله عليه، يعني حقق معاهم يعني الأهداف اللي يرجوها الأهلي وماشي صح. وأتمنى له التوفيق ويتابع، وإن شاء الله نتمنى كذلك نشوفه في المنتخب عن قريب إن شاء الله. تستاهل كل خير يا أبو أحمد، حياك الله. أخوكم مهند العنزي، لاعب نادي العين منتخب الإمارات سابقا.